سويتوا لجنة الظواهر السلبية، والله ماكو سلبية غيركم انتوا اللي تتبنون الخطاب الطائفي، واحد يطق الثاني بالمجلس، هاي ظواهر سلبية. ظواهر سلبية تجار الإقامات، ظواهر سلبية تجار المخدرات، ظواهر سلبية اللي ياخذ فلوس الإنحاج، هذه حاربوها. ولا الشعب الحمد لله ما في إلا الخير، احنا ميانين احنا. بعد مو ناقص طق بطاقك عيالنا قام طاقون السب انتو، مو ناقص الا الرئيس ياخذ خزرانه وراكض وراكم. واحده قال صبوي احنا شكو يمكن شعرها في قمر. الله يعيننا والله.